إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حينما يستشعر أحدنا المسؤولية المرقاة على عاتقه من الناحية الشرعية، وأن هذه المسؤولية لا تنتهي بانتهاء الدنيا أو بانتهاء عمر الإنسان من هذه الدنيا، بل يعلم قطعا كما ورد بذلك الخبر في كتاب الله وعلى لسان الصادق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، أن المسؤولية ستكون بين يدي رب العزة والجلال، وأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن فلذات أكباده، عن أولاده ذكورا كانوا أو إناثا. ونحن نعلم جميعا أيها الإخوة أن الأولاد نعمة من الله جل وعلا، وأكرم الله سبحانه وتعالى عباده بذرية عليه أن يصاحبها بالمعروف، وأن يرفق بها، وأن يحيطها بنصحه. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند كذا النسائي، وهو حديث صحيح أخرجه أيضا الإمام السيوطي في الجامع، من قول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل من استرعاه رعية، أحفظ أم ضيع؟ أحفظ أم ضيع؟ يعني حتى لو حفظت ذريتك فالله عز وجل سيسألك، وإذا ضيعت هذه الذرية فالله سبحانه وتعالى سيسألك. إذا لا مناص من السؤال، ولا مفر من السؤال. وعلى العموم، حينما ستسأل أحفظت ذريتك، فأنت ستدلي بعذرك بين يدي رب العزة والجلال. فما هو عذرنا نحن بين يدي رب العزة والجلال؟ إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد أكرمهم الله عز وجل بشرف الصحبة، سيسألون عن أولادهم، وكانوا يخافون ذلك كما وردت بذلك الآثار الصحيحة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بصلاح أولادهم وبالدعاء لهم، وما كانوا يدعون على أولادهم، لأنهم تعلموا الأدب السامي الرفيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نعتقد نحن اليوم أنه يمكننا أن نربي أولادنا على منهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده ولأحفاده ولأولاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ إياكم أن تظنوا أن تربية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقصورة فقط في أولاده من خديجة رضي الله تعالى عنها، أو في أحفاده كما وردت بذلك الأخبار عن الحسن والحسين وعن زينب إلى غير ذلك من الأمور، وهي كلها أحاديث صحيحة، منها ما هو في الصحيح، ومنها ما هو في السنن، ومنها في المسند، المسند الإمام أحمد. هذا ليبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتقل من التربية القولية إلى التربية الفعلية عليه الصلاة والسلام، بل وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ يعني أكثر من 50 سنة في المدينة النبوية،
وكان عليه الصلاة والسلام يظهر العناية الفائقة بأولاد المسلمين، بأولاد الصحابة، بل وكان يمازح بعضهم عليه الصلاة والسلام كما ورد يعني في صحيح البخاري وكما ورد في غير ما حديث صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه ويعلم ويربي ويشعر أصحابه بعظم المسؤولية، لأن الأولاد أمانة في أعناقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له. فنخشى ما نخشى أن نخون أولادنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن تضيع أولادك. وإن كان مفهوم التربية يحتاج إلى تحرير هذا المصطلح وإلى تفكيك مفرداته، لأن الكثير من الناس يقصر التربية على جانب واحد فقط، وهو جانب توفير المشرب والملبس والمسكن والمأكل يعني فقط، أو حتى منهم من يوفر يعني التعليم لأولاده. وهذه مسألة التعليم تحتاج إلى وقفات كثيرة جدا، وخصوصا اليوم نحن ندفع بفردة أكبادنا إلى مدارس تلقنهم البعد عن الله عز وجل، بل وتلقنهم ما يضاد شرع الله عز وجل وما يناقض شرع الله عز وجل، بل وتشكك أولاد المسلمين في دينهم وفي معتقداتهم وفي مبادئهم وفي أخلاقهم وفي المنهاج الذي رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به عليه الصلاة والسلام. فالأولاد أمانة في أعناقنا، ونحن نعلم اليوم أن هناك هجمة لا تعرف الكسل، الكسل والراحة والدعاء والخمول خليه لنا، إحنا لا نقرأ ونسمع ولا نطبق، ثم بعد ذلك مع الأسف وهذا هو الحاصل أننا نروج لما يبث من شبهات بسبب الجهل الذي سيطر علينا نحن معارض الشباب المسلمين. والخطاب يتوجه يعني للوالدين في هذا الزمان. نحن ندفع فردة الأكباد إلى مدارس، ولكن نحن لا نتابع نوعية المقررات والدروس التي يلقنون داخل هذه المدارس. وبعد ذلك الإنسان يحاول أن يوفر ما كما يزعم هو التعليم الراقي لأولاده، التعليم الراقي على حساب عقيدة ابنك، التعليم الراقي على حساب أخلاق ابنك، التعليم الراقي على حساب سلوكيات يعني أولادك. وهذه مسألة ستسأل عليها أمام الله عز وجل، وستسأل بين يدي رب العزة والجلال. نحن نعاني من هذا الجيل الذي نعيشنا ونحن اليوم فيه ومعه ويعيشون بيننا، جيل لا أقول ممسوخ الهوية، ولكن جيل بعيد كل البعد يعني عن 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 المنهج الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا من فوق سبع سماوات، ورسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذه المشكلة الآن، كيف نتصور ونتخيل الأجيال القادمة كيف ستكون، وخصوصا أن المربين اليوم إلا من رحم الله عز وجل صاروا يقدمون غشا ثقافيا للأمة بحجة يعني تحديث الخطاب أو إعادة تجديد الخطاب الديني. وهذه الكلمة فضفاضة تحتاج أيضا إلى تفكيك مفرداتها. إذا كان تجديد الخطاب الديني على حسب تغيير الأحكام فهذا ليس بتجديد، هذا بتغيير للأحكام. وأنا لا أدري لماذا بعض إخواننا العلماء والدعاة وطلبة العلم يؤثرون جانب السلامة ويسكتون ولا يتكلمون عن هذا التحريف وعن هذا التشويه وعن هذا المسخ الذي تتعرض له يعني هذه الدعوة المباركة. هذا دين الله عز وجل، وابتلنا الله عز وجل أن نعيش مع هذا الجيل، لكن ما هو واجبنا نحن؟ واجبنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف يعني بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. هذه مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا جميعا. أنا قبل أن أفكر يعني كيف أوجه أبنائي، علي أن أكون أولا أنا يعني على دراية بهذه المخططات التي تحاك ضد أولادنا وضد أمهاتنا وضد بناتنا وضد زوجاتنا. نحن جزء من هذا المجتمع العالمي اليوم الذي نرى فيه يعني بعض الأصوات تعلو زعموا على صوت الحق. صوت الحق لا يمكن أن يأفل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس لهذه الأمة غرسا، يعني الله سبحانه وتعالى يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته بفضل من الله عز وجل. هذه الأمة لن تموت،
تمرض ولا تموت. هذه الأمة حية ما دام الحمد لله القرآن لم يأتي وقت رفعه. إذا رفع القرآن انتهى الأمر كما ورد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. لكن هذا القرآن ما دام بين أيدينا فهو حياتنا بمثابة الأكسجين. نحن لا قيمة لنا بلا القرآن أيها الإخوة، لا قيمة لنا بلا ترجمة عملية لهذا القرآن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خطبه ربه من فوق سبع السماوات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. هذا القرآن هو حياتنا. خصك أنت ماشي تكون مقتنع، هذه خصها تكون عندك عقيدة أيها الأخ. المنطلقات ديالك خصها تكون من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم وما صار عليه الأئمة إلى يوم الناس هذا، من الأئمة المبرزين، من الأئمة المعتبرين، ليس هؤلاء المجاهيل الذي كل يوم يعني يغيرون أقوالهم ويغيرون فتاويهم على حسب المصلحة. دين الله واحد لا يقبل التلون أيها الإخوة. فلهذا قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، وهو موضوع حساس، وخصوصا نحن نرى بأم أعيننا التيارات الجارفة التي تجرف شبابنا، فإياك أن تظن أن ابنك حينما يأتي في الرابعة مساء إلى البيت ويأتي متعبا ومنهكا، ثم بعد ذلك يأوي إلى فراشه في الساعة السابعة أو الثامنة مساء، كم تجلس معه أنت، كم تراقبه، كم تراجع معه، وفي الصباح الباكر يذهب إلى المدرسة. القضية ليست قضية مدرسة، القضية قضية رفقة، القضية قضية بيئة، القضية قضية مجتمع، القضية قضية مقررات، مناهج، ما يأخذه أبناؤنا. لأن الأبناء ديالنا كما أن كورونا لها تلقيح الآن كما تقولوا دابا، يعني تلقيح من يعني من أجل أن يكون سببا لا غير في حمايتك من هذا الوباء. فكذلك الابن ديالك واش عنده واحد الحصانة، واش عنده واحد المناعة، واش عنده واحد تلقيح ديال العقيدة الصحيحة والمنهج النبوي الصحيح الفريد المتميز الذي لا يمكن أن يعلوه أي منهج، حتى نكون نحن في مأمن يعني على أبنائنا من كل ما يمكن أن يشوه عقيدتهم أو أن يمسخ فطرتهم أو أن يحول نشأتهم. واش حنا تربينا بعدا أصلا حنا لتنكونوا خصنا نكونوا القدوة للأولاد ديالنا؟ أنا موجه وأنت موجه والأم موجهة، لكن شنو هي الكفاءات ديالنا؟ شنو هي المؤهلات ديالنا؟ ينبغي أن نترفع قليلا عن السذاجة وعن العاطفة، خصنا نكونوا في المستوى اللائق. نحن نسلم أولادنا إلى بعض المدارس من أجل أن يتعلموا، لكن نحن هل عندنا القدرة والطاقة على المتابعة وعلى المراقبة لهذه المناهج التي يتلقون؟ راه أنت مسؤول أمام الله عز وجل. إذا خصنا حنا نفهموا ما معنى المسؤولية، المسؤولية الآن في بلاد الإسلام إذا 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 انتخب مسؤول أقام حفلة على أنه صار مسؤولا وأصبح مسؤولا، عوض أن يدعو ربه جل وعلا وأن يتوضأ وأن يستقبل القبلة وأن يسأل ربه جل وعلا أن يعينه على المسؤولية. صرنا اليوم نحتفل بالمسؤولية، لأن بعض الناس صاروا يرون في المسؤولية هي بابا زعموا من أبواب الرزق ومن أبواب يعني الاغتناء ومن أبواب يعني النهب والسرقة إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد في هذا الزمان. المسؤولية جسيمة، لو كنا نعرف قدر المسؤولية ما سألناها ولا تقدمنا إليها، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم لما حدث يعني أبا ذر ونصحه نصيحة مشفق، نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي علينا أن نستشعر أولا عظم المسؤولية، أننا سنقف بين يدي رب العزة والجلال، وأن ربنا جل وعلا سيسألنا وقفهم إنهم مسؤولون. سنسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنه. سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، كما ورد في حديث معاذ من روايتين، يعني رواية عند الطبراني لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وفي رواية لن تزول قدم عبد يوم القيامة عند الترمذي حتى يسأل عن أربع. هذا الحديث من رواه؟ معاذ بن جبل، أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ورفع يعني معاذ بن جبل وهو من السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، رفع بماذا؟ بالعلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العلماء ربهم غدا يوم القيامة يسبقهم معاذ بن جبل بقذفة حجر، وهو حديث حسن.
وفي رواية يسبقهم برتوة، أي يعني بين أيديهم يتقدمهم. هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أسلموا له من العمر 18 سنة واستحق هذه المنزلة العظيمة. العلماء غدا يوم القيامة حينما يدخلون الجنة يتقدمهم من؟ معاذ بن جبل، أعلم الصحابة بالحلال والحرام. حتى قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ بن جبل. 18 سنة، احنا فين ولاد 18 سنة؟ الآباء الآن المشكل، الآباء استسلموا أمام هذا الواقع، يعني فقدوا البوصلة ديال تربية الأولاد، ديال التوجيه ديال الأولاد، بسبب الإهمال. يعني ماذا تقول بين يدي ربك جل وعلا وقد ضع أبناؤك من بين أحضانك، يبيتون معك، يأكلون معك، يشاربونك، يؤكلونك، ما عندنا مشكل، لكن ضاعوا من بين أحضانك في تربيتهم، في صيانتهم. رأى السلف هكذا كانوا يفكرون. ماذا كان يقول السلف كما وردت العبارات عنهم؟ صلاح الذرية من الله وعلى الآباء الآداب. أين هو الآداب الآن؟ منين بغيتوا نأخذ الآداب؟ من شكسبير؟ منين بغيتوا نأخذ الآداب إذا لم نأخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه جل وعلا وزكاه في قوله وفي أفعاله؟ ممن نأخذ أخلاقنا؟ سؤال. ممن هؤلاء الذين يتهكمون برسول صلى الله عليه وسلم اليوم ويعرضون به في المقررات وفي المناهج التعليمية؟ لماذا لا يتوقف المعلمون والأساتذة عن تدريس هذه المادة ويقاطعونها، بل ويحاسبون كل من تسول له نفسه أن يزبر وأن يخط بيمينه، وشلت كل يمين تعترض وتنتقض وتعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم تلميحا أو إشارة أو مباشرة؟ يعني رخص علينا الدين حتى إلى هذه الدرجة أن يهان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، ورغم ذلك يعني على استحياء، بعض المقالات على استحياء. نحن لا ندافع عن رجل عادي، نحن ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صاحب المقام المحمود، عن الذي نرجو شفاعته، عن الذي أخرجنا الله به يعني من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أبوك سبب في وجودك في هذه الدنيا وأمك، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبب في هدايتك، ما قيمة هذه الدنيا بلا هداية؟ إذن فعلينا نحن معاشر المسلمين أن نتفكر في هذه المسألة، ما قيمة الحياة بلا منهج؟ ما قيمتها؟ هذه مبادئك التي جاءت بها شريعتك، لماذا تتنازل عنها؟ لماذا تبدل ولماذا تغير؟ المنهج النبوي في التربية لما أعرضنا عنه، ها هي النتائج المرة نحن نحصدها كل يوم ونرى ضياع الأولاد. قبل ما نتكلم ما كيف أحفز ابني وكيف أوجه ابني في هذه الحياة، خصني نستشعر المسؤولية ونعرف هذا الواقع اللي كنعيش فيه وهذه البيئة اللي كنعيش فيها. وربي سبحانه وتعالى يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك ذريتك. أقبل على مولاك، القلوب بيد الله عز وجل، هداية القلوب بيد الله وليست بيد زيد أو بعمر، بيد عمر. قبل على الله، السلف كانوا يقولون كنا نستعين على صلاح أولادنا بقيام الليل. بقيام الليل يا أخي، فرغ قلبك لله أكثر من السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي لما قاله له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رفيقي في الجنة، لوجبت، لأنه لا يتكلم إلا عن وحي عليه الصلاة والسلام وشاهد لبعض الصحابة بالجنة. ولكن يعلمنا أن نتخذ الأسباب، ومن أعظم الأسباب السجود، نسجد لله عز وجل وتطيل في سجودك. وقد تكلم الإمام النووي يعني كلاما طويلا عن أهمية السجود وفضل السجود. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. سر ربك صلاح نفسك، صلاح زوجتك، صلاح أسرتك، صلاح أولادك في هذا المجتمع الموبوء. وأنا حينما أتكلم عن المجتمع أتكلم عن المجتمع بصفة عامة، لا فرق لمجتمع على مجتمع، وكأنهم تواصوا به من أجل إبعاد هذا الجيل. إذا كنا نحن هذا الجيل الذي نعيش منه نعاني يعني من بعض الشباب الذين انحرفوا انحرافا كليا، ما بالكم بالأجيال القادمة؟ وخصوصا أن حملة الرسالة يعني الخلص نراهم يقبضون يوما تلو يعني بعد يوم. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس حبر الأمة: ننقصها من أطرافها، أي بموت العلماء والفقهاء.
كم ودعنا من عالم، كم فقدنا من محدث، كم يعني مات من العلماء. هكذا يقبض العلم بقبض أهله بموته، ولكن يبقي الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يعني الحمد لله من يقوم بهذا الواجب، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في أحاديث كثيرة، منها إن الله الحديث الحسن، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها أمر دينها. هذا فضل من الله، وهذا وعد جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهر لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله جل وعلا. حديث آخر: يحمل هذا العلم من كل خلف العذول، من كل خلف العذول، العلم يحمله العذول ويبلغه العذول، وليس أهل البدع الذين يزينون البدع للناس ويستميتون في الدفاع عنها ولا يتكلمون. بالأمس يحتفلون بالمولد زعموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين احتفلنا به كنا ننتظر منهم جرة قلم أو خطبة عصماء أو كلمة أو توجيه أو بيان في الرد على أولئك الذين يعرضون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهكمون به ويستهزئون به. وهؤلاء إذا أردنا أن نرد عليهم، فأنت إذا صعدت المنبر فعليك أن تتلو عليهم فقط سورة التوبة الفاضحة وتنزل، فقط تتلو عليهم غير سورة الفاتحة براءة من الله ورسوله حتى الأخر ديال الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حارس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قرأ عليهم، معظمهم تنطبق عليهم هذه السورة من أولها إلى آخرها وتهنى. ولكن أين الذين يدعون المحبة؟ على المحبة فقط بالسماع وبالتمايل وبالأشعار وبالقصائد وبالاختلاط وبالكسكسو بالتفايا وبالكسكسو بالزبيب وبالكسكسو بالخضرة وبالكسكسو بالدجاج وبالكسكسو باللحم، وصافي احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسب اليوم في بلاد المسلمين ويستهزأ بأمهات المؤمنين وفي مناهج تعليمية ومصرح بها ومعترف بها على مرأة يعني من الأساتذة ومن المعلمين. إذا لم تأخذنا نحن يعني الحمية على رسولنا وعلى ديننا، ليس من باب العصبية أو العنصرية، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله. علاش نقول لكم أنا قرأوا سورة البراءة وتهنوا مع رأسكم: إلا تنصروه فقد نصره الله، ربي نصره سبحانه وتعالى. ولكن كما كيقولوا بالمغربية كيتنحنا، اللي ما قدرناش ننبس ببنت شافة وننبس فقط بمدحه وإخراج جسيمة بين يدي رب العزة والجلال. ستسألون أحفظتم أم ضيعتم، وإياكم أن تظنوا أن الأمانة إنما هي محصورة على الودائع فقط. الأولاد أمانة، التكاليف الشرعية أمانة، فعل الواجبات أمانة، اجتناب المحرمات أمانة، الفقه في الدين أمانة، إلى غير ذلك. زوجتك أمانة، أمك أمانة، والدك أمانة، كل هذه أمانات ستسأل عنها. فباب الأمانات لا ينبغي أن يكون ضيقا. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك وتعتقد أنها فقط أنها عبارة عن سلعة أو أمانة بقيت عندك. فباب الأمانة واسع، وأولادك من الأمانة. كيف تربي ابنك؟ أنت تطمع أنك إذا مت يعني تترك سلفا، تترك خلفا لك يدعو لك. كم سيدعو لك هذا الخلف؟ عندك ولد، عندك بنت، معليش كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، من بينها ولد صالح يدعو له. كم سيعيش هذا الإبن بعدك؟ يعني ربما تمتي على 70 عام، خليتي ولدك عنده 35 عام، كم سيعيش بعدك؟ 40 50 60 70، يوصل ل100، شحال غي قاع يستغفر لك؟ وولد صالح الحمد لله 100 غيستغفر لك 60 سنة. لكن إذا كنت أنت عالما وعلمته علما نافعا، فهذا العلم سيبقى أثره ولا ينتهي بموتك ولا بموت والدك الصالح الذي يدعو لك، وهو من باب الصدقة الجارية ستنتهي، لكن العلم لا ينتهي. الدليل على ذلك الإمام البخاري توفى سنة 256، وإلى الآن نقرأ يعني كتاب صحيح البخاري. إن لم نقرأ صحيح البخاري نقرأ شرح البخاري، كتاب الفتح ولا هجرة بعد الفتح. انظر كم من مئات السنين خلت على موت الإمام البخاري الحمد لله، ونحن نقرأ ونترحم على هذا العالم، انظر كم سنة. إذن هذه الصدقة الجارية العظيمة، وهي علم ينتفع به. ناهيك عن الذين يتطاولون من الأقزام على الإمام محمد بن إسماعيل بن بردزباب جوع في البخاري،
هؤلاء الذين يتطاولون على الإمام البخاري هم بين أحد رجلين، إما أنهم باعوا حسناتهم إن كانت لهم حسنات، وإن لم يكن لهم حسنات خفف من أوزار ومن سيئات الإمام البخاري وصحيفته عند الله نحن لا نعلم ما فيها. والحمد لله على كل حال أن الأمة تثني على الإمام البخاري، الحمد لله، والإمام مسلم يثني على الإمام البخاري، والأئمة الأعلام الكبار يثنون على الإمام البخاري، ومن بلغوا درجة الاجتهاد نعم يثنون على الإمام البخاري. ورجل جاهل حتى بأبجدية علم مصطلح الحديث ويتطاول على البخاري، وهذا هو الغريب في الأمر. الآن الإمام النووي كم عاش؟ الإمام النووي 46 سنة. الإمام النووي عاش 46 سنة، شحال ترك لنا من شوف غير المجموع الشرح المهذب ديال الإمام مسلم ديال الإمام النووي، أعطيني شي بيت الآن إلا من رحم الله، شي بيت الآن يعني من الأسر المحافظة لا يوجد فيها كتاب رياض الصالحين، أو لا يوجد فيها كتاب الأذكار النووي، خصوصا رياض الصالحين. إذا لا زال يذكر مع أنه توفي من مئات السنين، وآثر العلم على الزواج، ما عندهمش الوقت. علاش ما كانش عندهم الوقت؟ كانوا الناس الحمد لله ربي سبحانه وتعالى حبب إليهم العلم، حبب إليهم القراءة، حبب إليهم المطالعة، حبب إليهم الغوص في لآلاء العلم وفي ضرره. إحنا الآن نغوص في أعراض الناس، ونغوص في أعراض العلماء، ونتطاول على العلماء، ونتطاول على سيد الدعاة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيهما أفضل بالنسبة لك؟ أنت عليك أن تتعلم وأن تترك أثرا طيبا بعد وفاتك، وأن تترك عقبا صالحا نعم يخلفك في حياتك ويدعو لك ما دام حيا. لكن العلم لا ينتهي ما دام بقي الأثر، الحمد لله العلم باقي. الإمام مالك يذكر يترحم عليه، عبد الله بن المبارك يذكر ويترحم عليه، أسد بن موسى يذكر ويترحم عليه، الإمام الشعبي يذكر ويترحم عليه، الإمام الشعبي يذكر ويترحم عليه، شعبة بن الحجاج، أبو القاسم البغوي، أبو القاسم الطبراني، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، يحيى بن معين، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، أئمة الحديث الكبار، الإمام الزهري يذكر، عمر بن عبد العزيز يترحم عليه، أعطني الصحابة يترضى عنهم. علاش؟ لأنهم تركوا أثرا طيبا وصالحا. وإحنا كذلك ينبغي علينا قبل أن نقوم بتوجيه أولادنا، إحنا خصنا نكون القدوة العملية لأولادنا. لا يكفي فقط أن نوجه أولادنا باللسان، إحنا أولادنا راه ضايعين. حتى في هذا المجتمع اللي كنعيش فيه اللي هي هولندا، ضايعين أولادنا. وكدير أنت يدك على راسك، كيف أنقذ أولادي؟ بإمكانك أن تنقذ أولادك، لكن قبل أن يفوت موسم الحرث والزرع. أما إذا موسم الحصاد فأخشى ألا تحصد إلا المر والعلقم والحنظل. كم ولدنا الآن؟ شوف غير في ذيك الوسائل التواصل كما يحكي لي بعض الشباب. أنا ما عايش في كوكب آخر، أنا عندي الحمد لله مجموعة من الشباب يعني دائما جزاهم الله خير يتواصلون معي، الشيخ يحصل كذا، شيخنا يحصل كذا كذا كذا، حاول تتكلم في هذا الموضوع، فجزاهم الله خير وهذا شيء جيد. انا ما عنديش الوقت باش نشوف هذا الشيء هذا، لكن الحمد لله شوف الان غير تيقول لي الاخوه في التليجرام يعني ادوات الجريمه تباع، المخدرات تباع في التليجرام بشكل عادي جدا. كتشوف كذلك في سناب شات الفضائح الكبرى كما تيحكيو الشباب، بعد الرابورات دابا هذو اللي مشاو ضاعوا معاهم الشباب والبنات ضاعوا حتى هما، زيد هذيك البارونات ديال الغاز وديك اللخاص الى غير ذلك، وزيد هذاك اللي كيغني لهم الكلام الساقط ورغم ذلك يستمعون اليه لا بالعربيه ولا بالهولنديه، هذا سميتو العروبي. نعم سميتو العروبي، والعروبي راه زعما عربي مع الاسف، ولكن ولا يعرف هذا الكلام. وقضيه العربي لا قيمه له الا بالاسلام، العربي بلا اسلام لا قيمه له، نحن ما رفع الله من خسيستنا الا بالاسلام، غير باش تعرفها. والله خا تكون من الموالي، يرفع الله خسيسك، يرفع الله من قيمتك بالإسلام. لما ورد كما ورد في صحيح مسلم أن 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 نافع بن عبد الحارث جعله الإمام، جعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واليا على مكة، وجاء نافع بن الحارث والي مكة واستخلفه عمر، جاء إلى عمر في عسفان يعني منطقة يعني بين مكة والمدينة، فقال له عمر ماذا تفعل؟ قال جئتك. قال ومن تركت، من يعني من وليت في على مكة، من استخلفت في مكة؟ قال أبو العالية.
فقال له عمر: ومن هو أبو العالية؟ قال: رجل من موالينا، يعني من الموالي، يعني من الموالي، ماشي زعما شي سيد، من الموالي. قال: وكيف تولي على أهل مكة أحدا من الموالي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب، شوف الاستسلام، فقال عمر بن الخطاب: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. باش ترفع بالشهادة، وإنما ترفع بحفظه لكتاب الله، بنصف العلم اللي هو الفرائض. ولم يعترض عمر، لأن شكون اللي رفعوا العلم. فأول توجيه خصنا نوجهوا للوليدات ديالنا باش يكونوا يعني في بعد عن هذه الأمور التي تحاك، والانحراف لا يمكن أن يكون في المناهج، أرى كذلك يعني في الحفلات، في المنتديات، في الرحلات، في المدارس، في الجامعات، كلها هذه أدوات، نعم، من أجل يعني إضلال الشباب. هذا اللي كيغني وكيقول كلام ساقط، شوف شحال عنده ديال الأتباع، شوف هذاك اللي كيسميوه مع التوبوف ولا مع كاع، شنو هو بوف بالفرنسية عنده معنى آخر، شوف هذاك اللي كيقولوا لايبي زعما واحد مضوخ، مع واحد مسمي راسو الشفار، ورغم ذلك شوف العدد ديال المتابعين ديالهم، معظمهم من وليداتنا مع الأسف. واش غيتعلموا منهم؟ ما غيتعلموا حتى شي حاجة. وأين الأب؟ السؤال، أين الأم؟ هذا هو السؤال المطروح أيها الإخوة. راه كم من أب الآن يعني اشتعل رأسه شيبا ويتمنى أن يموت، يتمنى أن يموت، ويعلم أن النهي عن تمني الموت كذا، ولكن لا يريد الفضيحة والعار بسبب انحراف الأولاد. وراه ساهمنا، لا يمكن للوالدين أن تبرأ ساحتهما وأنهما من الأسباب المباشرة في انحراف الأولاد، وخصوصا لمن كان همه فقط المال والدنيا. ولولدك عليك حقا. ونتكلموا كيفاش انت بغيتي تربي ولدك، علما ان نحن لما كنقول لك ربي ولدك، اياك ان تظن انك تنقول لك وجههم كلهم باش يكونوا لا علماء وفقهاء. لا، احنا بغينا الولد يكون طبيب، بغينا الولد يكون مهندس، بغينا الولد يكون صانع، يكون حرفي، يكون ميكانيكي، يكون يعني عنده درايه بالحساب. يعني ما ندرسوش الحساب، كيف ستوزع التركات، كيف سيقسم الميراث، كيف ستعطى الحقوق لأهلها إلا ما غندرشوش الحساب. ها، أمور الفلاحة، أمور الزراعة، راه بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه حتى إذا كان احتاجتها الأمة، احتاجته الأمة تكون حتى هي من فروض الأعيان، وليس فقط من فروض الكفاية، وهو الأصل في هذه العلوم. ولكن العلوم اللي الحمد لله جاء مدح أهله في الكتاب والسنة، المراد به هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. أنا كنت عزب لشي وحدين تيقول لك بالأمس كنت على منهج السلف واليوم كذا، راه السلف بعدا باش نفهم واحد القضية، هذه الكلمة راه ما عندناش فيها حساسية. نحن من الله سبحانه وتعالى علينا بمنهج السلف من ناحية اللغة العربية، حنا أي حاجة بغينا نفهمه في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية خصنا نشوفوا المدلول اللغوي ديالها، اللغة العربية. قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنا ملي كنفهم اليد في اللغة كنفهم هي هذه، ملي كنفهم العين في اللغة كنفهم هي هذه اللي هي آلة ديال البصر، ملي كنسمع الأذنين هي آلة ديال السمع، وهذه الأدوات اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى، هي الجوارح اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى باش نفهمو. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما كتجي أنت غير الباب الأسماء والصفات، كيف ضل بعض الأقوام حينما حملوا مع الأسف آية الصفات على غير المحمل اللغوي المدلول ديال اللغة العربية. فينا هو اليد هي النعمة، النظر هي منتظرة ثواب ربها، وتأويلات عجيبة، الاستواء، الاستيلاء، غير المدلول اللغوي. بعد عاد نتكلموا حنا على الحقيقة الشرعية. يعطيني هي كاين معروفة في الاصطلاح، في علم الاصطلاح كتكلم على الاصطلاح، في أي علم من العلوم اللغوي الاصطلاح، سواء في أصول الفقه إذا كان البحث ديال أصول الفقه، اصطلاح المحدثين، اصطلاح المفسرين، وهكذا اصطلاح الفقهاء، راه حتى في أقسام الحكم التكليفي أو أقسام الحكم الوضعي تجد يعني التعريفات كيف هي، يعني كل فن كيفاش يعلموا هي تعريفات متقاربة فيما بينها. إذا لماذا نحن الآن يعني نتحرج من هذه الكلمة؟
حينما أريد أن أربي أولادي على من السلف، سؤال نرجع لتربية من السلف، كتاب السنة وفهم الصحابة والكذب والصدق، البعد عن الكذب، نعم، أداء الأمانة، الحمد لله، الحرص على عدم ضياع الوقت. شكون اللي ما يبغيش هذا الشيء الآن؟ أعطيني أي منهج من المناهج الدنيوية لا يهتمون بالوقت. شوف اليابان كيف تهتم بالوقت، ما عندهمش الوقت، ما عندهمش الوقت باش يضيعوا الفراغ. حنا تنقول لهم مشيو نقتلوا الفراغ. الامام البخاري توضع له الوجبه فلا ياكلها ديال الفطور، لانه مشغول بعلم الحديث وبجمع الحديث، ثم يوضع له الغداء ولا يتناوله ولا تمتد يده الى الطعام، ما عندوش الوقت، يذهب يصلي ثم يرجع. ما هو اكثر اكل اهل الحديث كما ورد عن الامام النووي؟ كالاكثر ياكل شويه ديال الخيار وجبه في النهار. الامام مسلم كان ما تيصنعش شي حاجه اللي كطيب، وهو كياكل فقط التمر اثناء يعني البحث يعني والصبر والتقسيم فيما يتعلق يعني والاستقراء والتتبع فيما يتعلق ببعض الاحاديث وبعض البحوث كذا، كان التمر. ما كانش عندهم الوقت باش يضيعوا الوقت، يعتبروا ان الوقت اللي غيمشي يطيب غياخذوا الوقت. الامام النووي علاش ما تزوجش؟ تيقول لك ودينا نتزوج غيكون عندي زوجه، الزوجه لها حقوق، الاولاد لهم حقوق، فاثروا يعني ان يبقوا عزابا من اجل ان يتفرغوا للعلم. وكم من العلماء ماتوا يعني عزابا ولكن تركوا هذه الثروه الهائله. وكم من اناس عندهم اولاد وربما لا تجد فيهم ولدا صالحا. الامام النووي ليس له ولد، وكم من امه يستغفرون له. ذكر ابن كثير رحمه الله انه لما كشفوا على وجه ديال الامام ابن تيميه رحمه الله، يعني الغرفه التي كان فيها، نعم، كانت تفوح بالمسك، ما ترك ولدا ولكن ترك امه تدعو له. وها نحن اليوم في مركز الشيخ الاسلام ابن تيميه ونترحم عليه، وهو رجل من المسلمين لا هو عليه، هذه معروفه لاننا كلنا بشر وكلنا ذو خطا، ولكن خطأ هؤلاء العلماء الكبار مغمور ومغفور في كثير وفي بحور حسناتهم كما قال ابن رجب. ونحن ما خلقنا الله عز وجل لنتصيد أخطاء الناس وأخطاء العلماء، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الاجتهادية، لأن الحرب شرسة على أمثال هؤلاء العلماء الكبار. إذا فأنت أيها الأخ بارك الله فيك، حينما تقول على هذا المنهج المبارك اللي كنسميه احنا من السلف، والسلف في اللغة العربية والمدلول اللغوي ديالها هما القوم المتقدمون، راه أنت ملي كتمشي للمقبرة راه حتى في الدعاء اللي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لنا سلف ونحن لكم فرط. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها: نعم السلف أنا لك. حديث صحيح لا غبار عليه. فلماذا هذا التحرج من هذه الكلمة؟ ولكن نحن نرد على أولئك الذين يريدون أن يجعلوا من السلفية حزبا لها شيخ لا يصدرون إلا عنه، القول ما قاله والفعل ما فعله والأمر ما أمر به والنهي ما نهى عنه. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصب شخصا كائنا من كان يوالي فيه ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في عبارة أخرى: هذا من جنس جنكيز خان. الله ما تعبدنا بالعلماء، الله تعبدنا بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنوازل لها أهلها. ما يقولش أنتم عندكم الجمود على النوازل، ما كتكونش. علاش الله سبحانه وتعالى قسم الناس يعني في القرآن إلى قسمين؟ سواء في قول الله عز وجل في أواخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فقسمهم إلى قسمين. الطائفة الثانية هي الطائفة التي ترحل لطلب العلم ولطلب الحديث، فطائفة تحفظ الحدود وطائفة تحفظ الدين، وطائفة تحفظ الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل ومسؤول، المسؤول هم أهل العلم والسائل هم عوام الناس يسألون أهل العلم. حاجتك إلى العالم أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. إذا فأنت الآن حينما تريد أن تربي ابنك ينبغي أن تربيه على منهج سليم. يعني الآن مناهج وضعية والناس يتبعونها وكأنها يعني معصومة ومبرأة من الخطأ ومبرأة من العيوب ولا نقص فيها إطلاقا. والمنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحي يوحى ورسمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطانا جيلا فريدا امتد على مدى ثلاثة قرون بنص حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وبنص أنس يعني في الترمذي، وبنص حديث عمران بن حسين.
وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم يعني في غير ما آية، وهذا كله من فضل الله عز وجل، والواجب علينا نحن تجاه هذا الجيل العظيم الذي عرفته البشرية، ولن تعرف البشرية جيلا يعني لم تعرف قبله ولن تعرف بعده، لسبب واحد، أن الذي رباهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال معاوية بن الحكم السلوي، والله السلمي صحيح مسلم، والله ما رأيت معلما يعني قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وكما أثنى عليه ذلك الرجل الذي كان سيدا في قومه وهو أمامة بن أثال، نعم، والذي أسرته خير النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نجد، ثم قال والله يا محمد ما كان من دين أبغض إلي من دينك فصار دينك أحب الدين إلي. فهذه شريعتنا بفضل من الله عز وجل، وهي واضحة المعالم، ليست ضد العلم التطبيقي ولا المعرفة ولا العلم التجريبي أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد فقط من العلم الذي لا ينفع، وهذا باب آخر. ما إلا بغينا نشجعوا وليداتنا على طلب العلم ونشجعهم على حفظ القرآن الكريم بلغ منزلة حامل القرآن والحافظ لكتاب الله ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل القرآن، وإن من إجلال الله إكرام من صاحب القرآن، صاحب القرآن اليوم الحامل لكتاب الله، الأئمة محقورين مقهورين يمارس عليهم جميع الألوان ديال الحقرة وديال الإقصاء وديال الشطط، يعني حملته يعني نصوص الشريعة، وأنا أقصد العاملين يعني بي 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 بما يحملون يعني من آيات، بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم، هؤلاء عوض أن يكرموا أن يقصون. مجاهد بن جبر كتعرفوه، كتعرفو عطاء بن أبي رباح، هذو كلهم معروفين، وكتعرفو أيضا أبو العالية كان تيجيبو عبد الله بن عباس وتيحطو على السرير ديالو، على السرير ديالو ملي كيقول لقريش إنه من الموالي، قال هذا من حفظة العلم، باش تقرب، لأنه من حفظة العلم من أهل العلم. أما إحنا القراء الذين يتميلون في قراءتهم ويقرؤون في المناسبات وفي المآتم هم الذين يكرمون، لأن الأمة كثر فيها قراءها، وهذا هو الذي ورد من علامات الساعة ومن أشراط الساعة الصغرى. وأما الذين يعملون بالقرآن من الأئمة ومن الخطباء الغيورين على أمتهم، الغيورين على أوطانهم، الغيورين على مجتمعاتهم، المغيورين على أخلاق هذا الدين، مع الأسف ولكن لا يضرهم ذلك والله الذي لا إله، هذه الدنيا ستنضي وستنتهي، وما عند الله خير وأبقى، وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، هذه هي العبرة، أفلا تعقلون؟ معليش، سيجعل الله لما ترون فرجا ومخرجا، ولكن الحقوق ينبغي أن تعطى لهؤلاء، ولا ينبغي للإنسان أن تغيب حريته لأنه طلب بحقوقه المشروعة المكفولة في جميع الدساتير والقوانين، مع الأسف. فبالنسبة إذا أردت أن تحفز ابنك فحفزه على حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يبدأ يعني بصغار العلوم بالمتون الصغيرة، ثم بعد ذلك يتدرج، والقرآن ما يفوتش 10 آيات كما كان السلف، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمونهن ويعملوا بما فيهن، فكانوا يجمعون بين العلم والعمل، لأن الشريعة جاءت بتقديم العلم على العمل، باب العلم قبل القول العمل، كما بوب ذلك الإمام البخاري رحمه الله، فكانوا يتعلمون الإيمان ثم بعد ذلك تأتي الأحكام. هذه من المسائل المهمة جدا. أنا كنتكلم من اللي بغى يوجه الولد ديالو التوجيه الشرعي، ولا مانع أن يجمع الابن أو البنت بين الأمرين، بين العلم الدنيوي وبين العلم يعني الشرعي، بين العلم اللي كنسميه احنا التطبيقي التجريبي وبين العلم الدنيوي. وكل من ينادي أو يصرخ أو يتكلم أو يكتب أو يخط بيمينه بأن الشريعة هي ضد العلم، عرفوا هذا جاهل جهلا مركبا، لأن الكنيسة هي التي وقفت ضد العلماء، ماشي الإسلام إطلاقا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم ومعهم رجل مريض، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا له طبيبا، التمسوا له طبيبا. واش ما كانش الطب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطبيب كيف تفرغ وكيف درس؟ هل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دراسة الطب الذي فيه حفظ الأبدان والعلماء يعملون على حفظ الأديان؟ ما المانع من ذلك؟ ما نبقاوش نرددوا احنا بحال الببغاوات، ها ويجي يقول لك بان الشريعه الاسلاميه تقف في وجه هذه العلوم. انت اللي غتقول هذا الكلام، هذا الزوجه ديالك لما تكون حامل وتشيك على الوضع، وانت ضد العلوم التطبيقيه والتجريبيه وهاد العلوم ديال التكنولوجيا والبرمجه وغيرها والطب وكذا، انت اول ما غتفكر هو ان الزوجه ديالك تاخذها للطبيبه وتحاول تلقى طبيبه مسلمه. ايوا انت ضد العلم، فين تلقى طبيبه مسلمه وانت المبدا ديالك يعني ما خصهاش المراه تتعلم، المراه ما خصهاش تتعلم، المراه ما خصهاش تقرا، فين غتمشي هذه المراه هذه؟ ياك انت اللي كتبنى هذا الفكر، هذا فكر لم يتبناه الاسلام. المراه بضوابطها تتعلم بضوابطها، لا تحرم من حقوقها كامله. العيب ليس فينا، العيب ليس في شرعنا، العيب في تصرفاتنا نحن، نحن الذين اسانا الى هذا الدين بامرين. اولا سوء الفهم للدين بالدرجه الاولى. كاين شي وحدين ودينا راه تيقول لك كنت ضالا والان اهتديت. كيف كنت ضالا؟ قال لك ودينا كنت ضالا، كنت لا ارى جواز الاحتفال بالمولد والان ارى جواز الاحتفال بالمولد. من انت اولا؟ يعني من انت حتى تتكلم كنت ضالا ثم يعني اهتديت؟ وهذه العباره اخذوها من تلك المراه التي كانت مصابه بمرض خبيث وهو ما يسمى اليوم في العرف بمرض السرطان. ذهبت إلى مكة، بقيت هناك، سألت ربها جل وعلا، الحمد لله تداوت بماء زمزم كما الذي قال في عليه السلام طعام طعم وشفاء سقم، فشفاها الله عز وجل. ثم يعني ألفت رسالة صغيرة يعني الحمد لله يعني كيف شفيت. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء كنت ضالا لا أرى كذا، حتى الآن يعني لو كان موحدا وصار مشركا يقول كنت ضالا ثم اهتديت مع الأسف. طيب أنت كنت ضالا ثم اهتديت، يعني ستنقل تجربتك، يعني تجربتك يعني سيستفيدون منها من الذي سيستفيد من هذه التجارب؟ هذا كلام فارغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء هؤلاء القوم ومعهم مريض، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوا له طبيبا. ولما جاء الطبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أصنع من الخمر دواء، فقال عليه الصلاة والسلام إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. إذا كان الطب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عليهم وخصوصا الأنصار الذين كانوا يعملون في الأرض كانوا يعني كانوا خريتين، كانوا خبراء بالتربة، وكانوا خبراء بالفلاحة، نعم، وكانوا خبراء يعني بالزراعة. هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا فقط تعالوا إلى المسجد واطلبوا العلم وكذا وكذا؟ أما كان عمر بن الخطاب يعني يقوم على إصلاح أرضه ويتناوب هو مع جاره، وبوب على ذلك الإمام البخاري باب التناوب يعني في طلب العلم، فينزل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى جاره في العوالي، وعمر يأتي بخبر ذلك اليوم من علوم ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم ومن توجيهات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم وجهها بها الصحابة، وكذلك العكس. هذا التناوب. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلوم يعني الصحابة أبدا، ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. إذا فأنت حينما تربي أولادك على مكارم الأخلاق ينبغي عليك أن تذكر لهم بعض الأحاديث التي تشجعهم على ذلك، بل وقبل ذلك أن تبين لهم مكانة العلم، منزلة العلماء، فضل العلم، حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى العلم. سبحان الله العظيم. نعطيك غير مثال، أعطيني أي واحد كيف ما كان نوعه، عنده مال، عنده جاه، عنده منصب، كيف ما كانوا، يأتي برجليه إذا وقع في مشكلة لا يجد الحل إلا في الشرع، فيسأل عن عالم من علماء البلد، فيأتي إلى عالم وقد يكون ذلك العالم لا مال له، فقيرا، فيأتي هذا بجاهه وبمنصبه وبماله ويقف بين يدي هذا العالم ويستفتي هذا العالم ثم يفتيه هذا العالم، لأنه بحاجة إلى هذا العالم. عبد الملك بن مروان كان خليفة ومعه ابناه، وجاء إلى الحج ورأى
يعني الناس يتفون حول رجل أسود من المماليك عطاء بن أبي رباح، وهو يطوف بالبيت ومعه فقط حراسه. من هذا الرجل؟ استقصوا خبره وجدوا عطاء بن أبي رباح، فذهب إليه الخليفة هو وابنه يستفسرانه ويستفتيانه عن مسائل الحج، فيجيبهم وقفاه إلى الخليفة، يجيبهم وقفاه إلى الخليفة. فلما فرغ الخليفة من أسئلته وفرغ عطاء بن أبي رباح من فتياه، قال الخليفة عبد الملك بن مروان لابنه، قال: لقد أذلنا هذا العبد الأسود، لقد أذلنا هذا العبد الأسود. وهو ما أذلهم، هم جاءوا عنده وأعطاهم كما تنقولوا إحنا بالقفة، وكانوا يستفتونه ويفتيهم. إذن هم بحاجة، كيفما كانوا هم بحاجة إلى العلماء. لما كتقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سبحان الله العظيم، علماء يوجهون وينصحون وأمراء ينفذون. الآن علماء السوء إلا من رحم الله عز وجل، علماء دنيا، علماء مستعدين يغيروا الفتوى مع الأسف بداعي المصلحة نحن مع تغير الفتوى بتغير الزمن والمكان. نعم، وهناك مقدمات وهناك نتائج، هذه مسائل معروفة في العلم، لكن يعني أن يكون هناك نوع من التلون إرضاء للغير، هذه المصيبة، هذه هي المصيبة. عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر يعني كان من الدعاء ديالو: اللهم اعتق رقبتي من النار. الخرقة ديالو كما يعني يصفها من 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 ترجم له، أنت كانت الرقبة ديالو داخلة في المنكبين ديالو، ما كانش تيبان له العنق. فكانت تمر المرأة من حدا كتقول له: وأي رقبة عندك يا مجاهد؟ فكانت أمه كتقول له: يا بني إنك ذميم الخلقة، فإذا أردت أن يرفعك الله بين الناس فعليك بالعلم الشرعي. فرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي، وكان قاضيا لأهل مكة لمدة 20 سنة. باش ترفع هذا الرجل بالعلم، بالعلم صرنا نحن الآن يوم نزداري العلم، تيجي شي واحد يقولك فقهاء الجمود، انت ما قاريش الاجتهاد وما عارفش الاتباع وما عارفش التقليد، خصك تقرا شويه بعدا اصول الفقه. هذا تيتكلم على سيادك العلماء، العلماء هم سادة الدنيا كما قال ابو مسلم الخولاني، وكما هو مذكور في تاريخ دمشق، التاريخ الكبير ديال دمشق. شنو تيقول؟ قال لك ابو مسلم الخولاني، قال لك: العلماء هم نجوم يهتدى بها، فاذا اسمع فاذا ظهروا اهتدى الناس بهم، وإذا غابوا تحير الناس. هاد النجوم شنو هي الوظيفة ديالها؟ خلقها الله عز وجل لحكمة. أولا زينة في السماء، ثانيا يهتدي الناس بها في ظلمات البر والبحر. هذه الوظيفة ديال النجوم، فنور، زينة، والأمر الآخر يهتدي بها المسافر، وهذا فضل من الله جل وعلا. وهناك يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فضل العالم، الحديث صحيح، فضل العالم على العابد كفضل، اسمع، كفضل القمر، رواية أخرى، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ليلة البدر، هؤلاء هم العلماء، مصابيح في ضياجير الظلام، يهتدي بها من يريد الله به الخير ويريد له الخير. حفز ولدك، انا كنستعمل كلمه حفز لان هي اللي استعملوا الاخوه في الاعلان، حفز ولدك على طلب العلم، وذكرهم بحديث علي بن ابي طالب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري: يا علي، لان يهدي الله بك رجلا واحدا. باش غيتهدى؟ باش غيتهدى بالعلم، خير لك من حمر النعم، عفوا، من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. علاش كتطلع الشمس دابا؟ كتطلع على امريكا، كتطلع على استراليا، نيوزيلندا، افريقيا، ما كنقولش انا هذه معتبطا من عندي، لان هاد الدول هذه ولا في الخارج ولا كذا، خير مما طلعت عليه الشمس ماشي غير على الارض، وما فيها من كنوز، وما فيها من خيرات، وما فيها من 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 من, من, من ثروات. خير لك ممن طلعت عليه الشمس، هداية رجل. باش غتهدي انت؟ باش بالعلم،
بالعلم، لأن أهل العلم هم هداة يهتدى بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى. إذن هذا الهدى شنو هو؟ هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. راك تقولها في خطبة الحاجة كما ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذا كله فضل من الله عز وجل. شتي انت غير بالنية ديالك تؤجر، شتي العالم بالنية ديالو كيأخذ منزلة المتصدق والمتبرع وكيعطي الملايين المملينة ديال الصدقات. انت والعالم عنده غير العلم، ما عنده لا مال لا والو، عنده غير العلم، راه عنده كل شيء. شتي اللي عندك العلم راه عندك كل شيء بفضل الله عز وجل. نية العالم تجعله في منزلة المتصدق بالملايين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهم. اسمع هذا الحديث: ثلاثة أقسم عليهم. بالله عليك أنت ماذا يعني والذي جاء بالصدق وصدق به، هل تحتاج أنت لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قسم منه عليه الصلاة والسلام؟ أنت لا تحتاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: والله إني أحبك في الله. هل يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسم ولكن ليثير انتباهه، لأنه يريد أن يشد سمعه إلى ما سيلقي عليه من كلام، باش كتكون أنت منتبه بمثابة أسلوب تشويق. كنت والله إني أحبك في الله، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصور أنت دابا راك أنت وف ذاك المكان ويقول لك الرسول: والله إني أحبك في الله. حنا دابا كيبان شي مغني، كيبان شي رابور موسخ، دغيا تقول البنت والولد: هي كاوفيا، اي لاف يو، كنحبك كنموت عليك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه ان الحب في الله له منزله عظيمه، هي علامه على كمال الايمان، كما قال عليه الصلاه والسلام: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله ونكح لله فقد استكمل الايمان. هذا هو الميزان الشرعي اللي حنا باش كنوزنوا الامور. ما كنوزنوش حنا داكشي بالعقل وبالتوافه وبالامور الماديه الزائله. نعم، فضل من الله عز وجل ان يرزقك العلم النافع، كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري من روايه معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثلاثه اقسم عليهم، تقسم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، هذا القسم لما كتفكر كتقول سبحان الله العظيم، كم من أناس أعطاهم الله سبحانه وتعالى صنوف المال وصنوف الدنيا، ورغم ذلك إذا دعوته إلى الإنفاق في سبيل الله يبخل، يشح، يخشى الفقر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال: مال أحدكم من أنفقه. هذا هو المال. إذا كان المال ديالك أنت أحب إليك من مال والدتك، فمالك ما قدمت، مالك ما قدمت. بغيتي تنفق، انفق على راسك. بغيتي تصدق، تصدق على راسك. ما تدير شي صدقة جارية، ديرها دابا، ماشي تسنى ولدك حتى تموت واش يقلب، واش غيحفر لك شي بير ولا ما غيحفر لك شي بير، واش غيبني لك شي مسجد ولا ما غيبني لك شي مسجد، واش غيطبع شي مصاحف ولا ما غيطبعش شي مصاحف، وهكذا دواليك راسك هنا في الدنيا. أما الورثة ربما يختلفون ويتناطحون فيما بينهم بسبب يعني الميراث. ثلاثة أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، رواية: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو، وما ظلم عبد مظلمة. ها، ما لا فصبر لا يزيده الله إلا عزة، ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، كما ورد في الحديث. ثم قال، هذا هو موضع الشاهد عندنا من الحديث: فإني محدثكم حديثا فاحفظوه. الصحابة خصهم يحفظوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني محدثكم حديثا فاحفظوه. أمر هذا فاحفظوه، ما هو هذا الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا بأداة الحصر، إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا كلها ربعة الناس، الدنيا كاع اللي كتشوفها ربعة الناس: رجل أتاه الله مالا وعلما،
فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. جمع بين العلم وبين ايش؟ والمال. أعطى الله المال والعلم. إذا بغيتوا نذكروا بعض العلماء الكبار اللي كان عندهم الفلوس وكان عندهم المال وأئمة وحفاظ، ورغم ذلك كانوا كيدفعوا الأموال للمحدثين الكبار باش ما يعيشوش على الناس وفرغوا من العلم. فلذا قال العلم من أعظم مصاريف الزكاة أن تنفق على طلبة العلم. عبد الله بن المبارك، وما أدراك ما عبد الله بن المبارك، كان ينفق على 4 من الحفاظ الكبار الذين يعني ملأت أسماؤهم الدنيا عند أهل الحديث. أما اللي عايش خارج الإطار راك تعرفوا الأسماء اللي حافظين، وكان ينفق عليهم. وقد غضب على أحدهم حينما تولى القضاء، فلما علم ذلك العالم بأن ابن المبارك قد غضب عليه رجع إلى ما كان عليه ليتفرغ للعلم، وكان يجري عليه العطاء. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورفع الله درجته في المهديين، صاحب كتاب الزهد، وهو صاحب مال وفير، وكان ينفقه على طلبة العلم. هذه التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله فيه حقا. اسمع الثاني مباشرة، هنية هالعالم غيجي دابا الآن. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل؟ فهو بأعلى المنازل، ما كاينش شي واحد غيوصل له أعلى المنازل، لأنه جمع بين العلم والمال وكيعرف فين كيحط المال. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. قال عليه الصلاة والسلام: وهو بنيته وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء. الله أكبر. هذا كنفق والآخر ما نفقش، عنده غير العلم، قال: ولكن أنا كانوا عندي أنا غندير بحاله. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم أن الذي فيه حقا. فهذا بإخبات المنازل. والرابع يقول: لو أن لي مثل فلان، عندي غير المال وما كاينش العلم، لعملت مثل ما عملي. قال: فهما في المنزلة سواء. وهو حديث صحيح لا غبار عليه. باش توصل لواحد المنزلة غير بالنية، هذا رفض من الله جل وعلا. هذا الحديث لما يشمعوه الوليدات وتبين لهم المرامي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث، واش ما غيتشجعوش الطالب العلم؟ واش ما غتشجعش انت لحفظ القرآن الكريم إذا كنت بارا بوالديك، حتى لو بلغت من الكبار ما بلغت، وتسمع بأن اللي كيحفظ القرآن كيلبس والديه واحد التاج من تمام برك لوالديك خاطرش تحفظ القرآن، وتحد ما يقول بأن القرآن ما يمكنش نحفظه وأنا كبير. القرآن أعطيه حاجة وحدة، وبفضل الله عز وجل سييسره الله لك، لأن الشعار بالقرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حاجة وحدة ديرها مع القرآن ربي غادي يسره لك وتحفظه. شنو هو التكرار؟ القرآن غير كرره، تحفظ صفحة في النهار، اسمع لي مزيان، صفحة يلا تبدا ديك الصفحة 40 مرة في الفجر، صلي بها انت غتفيق الفجر، صلي بها الفجر. ويجوز بنفس الصفحة تصلي حتى الركعة الثانية، إنه قرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. صلاة الضحى صلي بها، الظهر صلي بها، العصر صلي بها، المغرب صلي بها، العشاء صلي بها، وصلي بها السنن الرواتب إذا كنت من المحافظين على السنن الرواتب اللي هي 12 ركعة، كما ورد في حديث حفصة: من صلى لله 12 ركعة في اليوم بنى الله له قصرا في الجنة. إيوا 17 ركعة زائد 12 ركعة هي تبارك الله الخير والبركة 29 ركعة زائد 40
زائد قبل من كل صلاة كتراجع ديك الوجه، ومن بعد الصلاة كتراجع الوجه، نعم خمسة مرات خمسة مرات، سير للصفحة الأخرى، ويكون عندك غير نوع ديال الربط بين الصفحة والأخرى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وباش يرسخ كما ورد في التوجيه النبوي تقوم به الليل. أعظم نعمة هو أن ذلك الشيء اللي حفظتي واخا غير صفحة قم به الليل، وقبل ما تنبعت من بعد ما تنبعت من الفراش ديالك استاك، باش تجيك واحد الفضيلة عظيمة جدا. لأن الراجل ملي كينوض الليل، ملي كيقوم في الليل في جوف الليل وكيستاك وكيتوضا وعاوتاني كيستاك من بعد الوضوء، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من الليل كيبدا بالسواك، هو كان تيبدا هكا صلى الله عليه وسلم، كان يمسح النوم عن وجهه، هكا تقول الرواية كان تيدير هكا. لأن أنت غير ملي كتبغي تفيق راه 90% ديال الناس كتبغي تجيك، ها راه إلا درتي غير تقول نديري واحد جوج دقايق ونعاود نوض كدير جوج دقايق، كما كان راه كانت في الخمسة كدير جوج دقايق كتفيق كتلقى السبعة ونص والشمس طلعت. لأن علاش الناس تيكون غالبك؟ أول ما كان تيقوم النبي صلى الله عليه وسلم صبحنا أصبح الملك لله تيمسح النوم عن وجهه، يستاك يتوضأ يستاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام أحدكم يصلي نعم فيأتي الملك، اسمع الملك، يأتي الملك فيضع فمه على فيك فلا يخرج من جوفك شيء من القرآن إلا وقع في جوف الملك. قم الليل غير بركعة، الوتر أقله ركعة وأكثره 11 في رواية جابر بن عبد الله 13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وإحنا ما كنضيقوش على الناس واسعا، من أراد أن يزيد وخالف الصفة شوية وبغى يزيد مشى مع الأحاديث القولية صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة له ذلك، مع العلم أن التزام الصفة مع العدد هو الأفضل. جميل جدا. إذا أنت كتحفظ القرآن وكيسر لك الله، ما المانع أنت الآن وخصوصا دابا الناس اللي عندهم التقاعد أو الإنسان اللي عندهم المرض أو الإنسان اللي عنده الوقت ما يقدرش يحفظ صفحة في النهار، راه الخير والبركة. بمعنى أنك في عامين غتكون حافظ القرآن وضبطه في عامين، وفضل من الله. راكين الصحابة اللي بقوا خمس سنين، ابن عمر خمس سنين في سورة البقرة، لكن الناس كانوا كيوقفوا عند الحدود ديالها عند الأوامر ديالها تجتنبوا النواهي ديالها. فلهذا أيها الإخوة الله يجزيكم بخير والله يبارك في عمركم، أن الإنسان ما يقولش بأن رفتني وقت الحفظ، ما تقولش، توفيق من الله عز وجل. والدعاء سلوا ربكم من كل شيء، سر ربك أن يثبت حفظ القرآن في صدرك، وهذه نعمة من رب العزة وجلال. إذا لوليداتنا لما كيسمعوا المكانة ديال العلم بأنها مكانة عظيمة ومنزلة العلماء منزلة عظيمة، يكفي أن العالم كما قال عليه الصلاة والسلام، واسمع لهذا الحديث وأصله في صحيح مسلم، اسمع له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما، هذه خلاف الرواية الأخرى ديال أبي هريرة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الإمام الخطابي رحمه الله هو اللي اختصر سنن أبي داود وكتاب صاحب كتاب معالم السنن للإمام الخطابي، تقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، يعني وضع الملائكة للأجنحة على ثلاث معاني. المعنى الأول أنها حقيقة تضع أجنحتها لطالب العلم كالوطاء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها تحضر مجالس العلم، أنها تحضر مجالس العلم، الملائكة تحضر مجالس العلم فلا تطير أثناء العلم، ولا يمكن للإنسان أن يعرف الحقيقة ديال كل ملك إلا ما ورد به الشارع والحكيم. حنا كنعرفوا بأنهم خلقوا من نار كما من نور كما قال عليه الصلاة والسلام، والجان من نار، وآدم مما وصف لكم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. والملائكة أصناف وأصناف وأصناف، فلا تطير أثناء طلب العلم بأجنحتها. ما نقدروش ان نقولوا كل ملك عنده 600 جناح، اللي ورد بان عنده 600 جناح هو جبريل وقد سد الافق، لكن الملائكه تطير، وكل ملك اعطاه الله سبحانه وتعالى يعني
القدرة الهائلة. الحمد لله، ونحن نؤمن بهذا العالم، عالم الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى أوكل لهم يعني مهمات معروفة، يعني خصوصا أمين وحي السماء وجبريل، وكان رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، وكان يأتي في صورة يعني صحابي جميل لحية الكلبي، وكان أيضا يأتي في صورة أعرابي الحديث المعروف كتعرفوه كلكم، بينما نحن حديث عمر بينما نحن جلوس عند الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد. إذن هذا هو جبريل. فأوحينا إليها في قصة مريم، فتمثل لها بشرا سويا جبريل. نعم، كذلك بالنسبة للذين جاءوا إلى 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 لوط، جاءوه في صورة شباب حسان وهم ملائكة. الذين جاءوا إلى إبراهيم وقدم إليهم يعني عجلا حنيذا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، إنما عرفهمش. إذن فالملائكة يعني تتشكل، هذه قدرة أعطاها لهم الله سبحانه وتعالى. إذن فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إما كما تنقول بأنها يعني تضع أجنحتها حقيقة وتكون كالوطاء، أو أنها تحضر مجالس العلم ولا تطير تعظيما للعلم. الأمر الثالث أنها تتواضع، وهذا فضل من الله عز وجل. والملائكة تفرح يعني بطالب العلم، كما ورد في حديث صفوان بن عسال المرادي لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد أن أطلب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة ليركب بعضها بعضا فرحا بطالب العلم. طالب العلم الشرعي كيرفعك الله سبحانه وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الجهل على نفسك، من أعظم المحفزات لطلب العلم غير باش تحيد عليك ديك الجهل، وأعظم جهل الجهل بالشرع، الجهل الأولاد بأهم المهمات وهو التوحيد ومعرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة نعوته وصفاته التي وصف الله سبحانه وتعالى من صفات الجمال والجلال والكمال، ثم معرفة ما يتعلق بالأمور يعني ديال المعاد، ثم معرفة الأمور المعاش، ثم الأخلاق التي جاءت بها هذه الشريعة. رأى العلم أفضل من النوافل، طلب العلم أفضل من النوافل، أفضل من نافلة يعني الصيام أو من نافلة نوافل الليل وقيام الليل. العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مباشر: فضل العلم أحب إلي من فضل النوافل، وأفضل دينكم الورع. الورع يعني الوارع الذي يبتعد عن الشبهات، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك أنت بالنسبة حينما تصوم الاثنين فهذا نفع لنفسك، لازم لنفسك، حينما تقوم الليل هذا نفع لنفسك، لكن حينما تطلب العلم وتعمل به وتدعو إليه وتتحمل كافة المشاق في سبيله فأنت تنفع نفسك ويتعدى نفعك لغيرك، وهذا هو الأفضل. لما سئل الإمام أحمد أي شيء يعني أفضل، أقوم الليل أم أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: إذا قمت الليل فإنما تنفع نفسك، وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإنك تنفع نفسك وغيرك، تنفع نفسك وغيرك. إذن هذه فقط جملة من المحفزات. فبالتالي من أحب أن يطلب العلم الشرعي وفق الله لأن يتفرغ للعلم الشرعي، هذه بفضل الله عز وجل منقب له ومنقب لوالديه وحج لوالديه بين يدي رب العزة والجلال، والإنسان بفضل الله عز وجل ترفع له الدرجات في الجنة بسبب ولده لأنه استغفر له من بعده، وهذا الاستغفار يكون إلى أجل. أما العلم راه طويل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه بقي لك الأثر الكبير جدا. الآن في معظم المجالس يعني تقرأ في كتب التفسير، إما تقرأ في تفسير ابن كثير، إما أن تقرأ في تفسير يعني الطبري رحمه الله، إما تقرأ
يعني مثلا في تفسير فتح القدير ديال الشوكاني، وهناك تفاسير اخرى، يعني الانسان يكون على فقط يكون محصن يعني بعقيدته يعني اهل السنه والجماعه، يشوف الجامع الاحكام القران القرطبي، يشوف الكتاب ديال زاد المسير في علم تفسير الامام بن الجوزي، الا بغى يشوف في الكاشف، الا بغى يشوف في الخزان، الا بغى يشوف في مفاتيح في الخازن عفوا، الا بغى يشوف في كتاب الكشاف للزمخشري ابو محمود زار الله الزمخشري، الا بغى يشوف في الكتاب ديال الكتاب ديال مفاتيح الغيب لمحمد بن عمر فخر الدين الرازي. ولكن خص الانسان يكون محصن، يعني هناك فوائد، ولكن يخشى الانسان ان يضيع، لان هناك يعني امور يعني الحمد لله اكتشفها اهل العلم وحذروا منها، نعم، وخصوصا يعني بعض المختصرات التي اختصرت بعض كتب ديال الائمه ديال التفسير من اهل السنه والجماعه، وجاء بعضهم في الاختصار و يعني دس فيها وادخل فيها ما ليس منها. وهناك كتب الحمد لله مختصرة الآن وجميلة وقوية يعني في بابها، بحال الكتاب ديال زبدة التفاسير لمحمد الأشقر، ثم كتاب التفسير محمد الناصر السعدي رحمه الله. هناك كتب كثيرة الحمد لله. إذا فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل وشجع أولاده وأخذهم لرجل فاضل يعلمه، حتى الخلفاء في الزمن الأول والأمراء والملوك كانوا يدفعون أولادهم للعلماء ليربوهم وليوجهوهم. وقرأوا يعني لما تقرأ في سير العلماء، وخصوصا إذا أحببت أن تقرأ مثلا في الكتاب العجيب العجب سير أعلام النبلاء، أو تقرأ يعني في تذكرة حفاظ الذهبي، وهذا فقط في شأن الحفاظ، أو كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي، أو كتاب يعني مثلا تقرأ حتى في تراجم الصحابة، سواء في استيعاب أو في الإصابة أو في أسد الغابة، يعني ترى يعني سبحان الله محفزات كيف الناس الحمد لله وشرح الله صدرهم سبحانه وتعالى للعلم، وطبقات المحدثين وطبقات لابن سعد رحمه الله. وتقرأ يعني في هذه الكتب اللي تتسمى عند أهل العلم كتب التراجم، وفيها فوائد جمة وغزيرة، وكيف هاد الناس هذو كانوا كيرحلوا لطلب العلم من أجل يعني سماع حديث واحد. جابر بن عبد الله سبحان الله العظيم رحل إلى الشام من أجل أن يستمع إلى حديث واحد، أولا من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الشام، من أجل أن يستمع إلى حديث واحد فقط، فكانت عندهم همة عالية في طلب العلم. الحمد لله الآن العلوم متوفرة، الآن العلوم متوفرة والكتب بين أيدينا، وفضل الله عز وجل الإنسان ممكن يعني أن يدخل إلى بعض الغرف العلمية اللي أصحابها أصحاب يعني علم. احنا المشكلة عندنا هنا يعني مثلا خصوصا احنا عندنا في هولندا، وانا كنقولها دائما وكنكررها، ان بعض الناس ما متكونينش التكوين الشرعي، من الناحية الشرعية ما متكونينش التكوين التأصيري، يعني ماشي خاطرين بزاف، نعم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى نفع بهم، لان علاش؟ عندهم غيرة وعندهم صدق النية وكيحققوا المعلومات ديالهم كما يقولوها، وتيوقفوا عند الحد ديالهم. إذا سئلوا عما لا يعلمون قالوا الله ورسوله أعلم، نسأل غيرنا ونسأل أهل العلم وكذا. هذا شيء جميل جدا، هذا النوع يعني الحمد لله فيه خير كثير جدا، لأنه يعرف قدره. وكاين بعض الناس لا في العير ولا في النفير، رصيده يعني هو اللغة الهولندية، ويتكلم في أمور ويأتي ويحشو ويتكلم ويهرف من حيث لا يعرف، ويسلك مع الأسف ما أمور يعني مع الأسف لا يستطيع أن يخوض في غمارها حتى بعض طلبة العلم. وهؤلاء عندهم جرأة على العلم، نسأل الله السلامة والعافية، وجرأة يعني على الكلام في الدين، والأكثر من ذلك الجرأة على الفتوى. ويعني والضحك يعني صار عندنا احنا الدين ما كاين حتى شي مشكل، الانسان يجي يدير ماشي مشكل يدير الطربوش، يعني مثلا ديال ديور ولا ديال جوردان ولا ديال نيويورك، يديرها هكا الطربوش وكذا، يعني حتى حيدية طالب العلم يعني اللي خصو يتحلى بها ما كاين شيء، كيجي كيبين بانه راه زعما راه شويه هذا يعني شويه زعما متمدن وهكا، داير شي قميص جانا مكتوبه فيها شويه هنا هاكيت ولا ديور، واخا تكون كاع مدرحه ومدقوقه غير في تركيا من جايبها، ولا كريستيان ديور زعما رانا لابس لوي فيتون وكذا وهذه، وتا هو داير ديك الشكاره بحال ديال الوالدين ديالنا. حنا كنا كنعيبوا على جدودنا، كانوا كيمشيو للسواق وعندهم ديك الشكاره الكبيره تعقلوا عليها في السواق، كانوا كيمشيو كذا كيجبد الشكاره نعم سيدي كذا، كنا تيقول لك دايره واش داير هذاك داير غير القراب، ها هما ولادنا دابا دايرينا، علاش دايرنا حيت عاجبه هذه ديال لوي فيتون هذه ديال غوتشي كذا هذه، المهم بوسترات فابور الناس في الاعلانات، الا بغيتي دير شي اعلان في التليغراف خصك تخلص عليه شي 15000 اورو، حنا كلشي فابور غير علق، تلبس تيشيرت هكا ديال 480 اورو ديال بالينسياغا، على انت في بالينسياغا هي اللي غتهزك انت، ولا ديك السبرديله ديال بالينسياغا غطير بك الملاقا، راك باقي في الارض اولدي غير ريح مع راسك،
راه الناس كانوا كيتسنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي حافيا، ولكن كان رجل الحمد لله اكرمه الله سبحانه وتعالى ب يعني ب ب ب بختم يعني بالرسالات الخاتمه. زعما انت وضع عليه رفع البس كل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب، يعني ما خطاتك اثنتان، الاسراف والمخيله. راه حنا ماشي تنقولوا كذا، ولكن الاسراف عرفتني بزاف. اذا فالانسان يطلب العلم، وكذلك تشجعوا وليداتكم على العلم الدنيوي. انا افضل شيء تنقول علاش الانسان ما يجمعش بين الامرين، يدير الدراسه النظاميه ديالو هنا في الجامعه، با يكون مهندس، با يكون طبيب، اخت بغات تكون طبيبه مهندسه متخصصه في البرمجه في المعلومات الى غير ذلك، ولكن يحاول يتفرغ في المساء. كاين الحمد لله مراكز دابا ديال الشباب ثقه والحمد لله، وفيهم امانه وفيهم صدق. حتى الا ديتي ولادك انت كن مطمئن، حتى الا ديتي بنتك الان كن مطمئن عليها. راه كاين بعض الملتقيات فيها غير التحرش، نسال الله السلامه والعافيه، غير باش تكون هاني. راه كاين بعض الملتقيات اذا تسولوا على الشيسه وعلى خاص تيقول لك اودي هذه مساله فيها خلاف. هذا بحال اللي واحد جا عند جا الشيطان قال لصحابو، قال لهم اجي تشوفوا الفرق بين العالم والعابد. هذه حكايه، قال لهم اجي تشوفوا الفرق بين العالم والعابد، انطلقوا معي. انطلقوا معه، وطبعا الاصل ديال الاغواء راه ورد في صحيح مسلم. قال لهم امشوا عند العابد هو الاول، مشى عند العابد. قال له هل يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يجعل الدنيا كامله في بيضه صغيره؟ ذلك العالم قال له دعني افكر. قال له لا ادري. قال لهم اما هذا فقد كفر. علاش؟ لانه شك في قدره الله. هذا الشيطان قالها للاتباع ديالها. قال له سننطلق الان الى العالم، مش عند العالم. قال له هل يستطيع ربك ان يجعل الدنيا في بيضه؟ قال إذا أراد ذلك فعل، كن فيكون، كن فيكون. فانطلق خاسئا هو وأصحابه. علاش الفرق بين العالم والفرق بين العابد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وحتى النملة في جحرها، والحوت في الماء، والحوت في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. الحديث في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، واللفظ الآخر ديال الإمام الترمذي. هذا فضل من الله عز وجل. الإنسان إذا استطاع أن يجمع بين الأمرين مهم جدا. المهم أن تحفظ على ابنك دينه، وأن تحفظ على ابنتك دينها. وابتعدوا، بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير، ابتعدوا، وخصوصا هاد الهواتف إذا لم تكن للطفل رقابة وللبنت رقابة وخوف واستشعار المسؤولية وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا مدمر، وهذا مخرب للأخلاق، وهذا مشتت للأسر، وهذا كم قضى من بيوت، وكم قضى من مضاجع، وكم أرق من جفون، وكم أحدث من مشاكل. هاد الهاتف إذا لم نحسن استعماله مع الأسف كان وبالا علينا، وكان دمارا على الكثير من البيوت والأسر. ونحن عشنا فصولا من هذه الأشياء من خلال المكالمات، ومن خلال يعني مع الأسف الاستفسارات التي تأتينا بسبب هذا الهاتف. فعلينا أن نحسن استعماله وبضوابط. رأى الإنسان مع الأسف أيها الإخوة، مع الأسف الآن كنت في المغرب غير مؤخرا، جيت كتلقى الإنسان في الفجر غير تيقول الإمام السلام عليكم، السلام عليكم، تيهز التليفون. كندخلوا للفجر في المسجد في الرباط، كتلقى الناس كتقرا القران من التليفون. غنقولوا حنا معليش، قال لك سيدي كورونا ربما سيدي غتكون في المصاحف. كورونا كاينه غير في فتح الباري وفي صحيح البخاري وفي كتب التفسير وفي القران، بصح بعد كورونا غير مع الدين. ولكن سبحان الله العظيم اللي عجبني انا في الشباب المغربي شفتها بعيني، تيمشي تيجي يبغي يتوضا، طبعا ممنوع الوضوء في المساجد، تيقول لك يعني حفاظا على صحة المواطنين، غير في المساجد، ما ماشي في المقاهي، ماشي في المحطة ديال القطار ومحطة ديال الكيران وكذا، غير في المساجد، ماشي في المحطة الطرقية، لا غير في المساجد، ما كاين بس. الدري عادي تيعجبني تيمشي تيشري قرعة ديال علي، نعم، وتيحلها وكيتوضا بها. ولا واحد كيشري واحد ستة ديال إيطرا ونص ديال التعود وتيحطهم باب المساجد، تيتبرع مع راسو بالماء وتياخذ الأجر داخل هذا وكذا. تا الماء غير باش توضا كتشريوه، لأن هذه كلها معوقات حتى لا يحضر الناس الجماعة وحتى لا يكثروا سواد الجماعة. ولكن الناس الحمد لله
دفعوا أموالهم من أجل الحفاظ على دينهم، فاشتروا المال بالمال من أجل أن يتوضأوا ودخلوا الحمد لله. هذا فضل من الله عز وجل. إذن فالإنسان دائما يحاول، الله يجزيكم بخير. شوف قلت لكم هذا المشكل، هذا ديال هذا نقولوا دابا زمان كورونا الناس كتقرب التليفون. قبل من زمان كورونا الناس كانوا كيقراو من التليفون، مع العلم أن الحديث فيه كلام عن أهل العلم وحسنه وبعضهم قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. هذا حديث حسن وضعفه بعضهم. جاءوا بعض الناس قال لك ودي كيفاش دابا التخربيق هذا، من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. كان شي مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي تجمع تلف عهد عثمان الشريف مصحف جمع صحيفة، ونحن نعلم أن القرآن كان يكتب في الصحف يعني في الصحائف وفي الرقاع وفي وحتى في بعض العظام. شنو المشكل اللي عندك؟ كانت صحف عند الناس ويقرأ منها، شنو المشكل؟ فين هو المشكل؟ المصحف أنت غير فهمتيه هو 60 حزب، هذاك راه كان في عهد عثمان وكان الجمع الأول والجمع الثاني. المهم الموضوع يطول وهو موضوع يعني في الحقيقة جميل، وحنا الحمد لله تكلمنا هكا بكل عفويه ملي كيكون شي لقاء هكذا بيننا، ما كنراعيوش الترتيب لان حنا ماشي فشي محاضره اكاديميه، كنتكلموا هكا تيخرج الكلام عفوي باش الحمد لله كنحاولوا نفهموا جميعا. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، واوصيكم ايها الاخوه كما اوصي اولا نفسي والله الذي لا اله غيره ايها الاخوه، لا تفرطوا في الدعاء، الدعاء لاولادكم بالصلاح ولزوجاتكم بالصلاح وللمسلمين بالصلاح، وكذلك الله أن يرفع هذا الهم وهذا الوباء وهذا الغلاء وهذا الفساد المنتشر يعني في بلاد في البلاد قاطبة، أن يرفعه الله سبحانه وتعالى يعني عنا جميعا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ الله فلذات أكبادنا، فنحن مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. فالله يثبتنا وإياكم، والله يسترنا وإياكم بستره الجميل، والله يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغارق للشر. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما كان في هذه الكلمة من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيها من خطأ فمن النفس ومن الشيطان، والله ورسوله بريء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.